قوله عز وجل: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. والهوى خطره عظيم، ولتتأمل كتاب الله عز وجل تجد خطره وفداحة أمره. قال عز وجل في شأن موسى: ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا.